مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان. على بركة الله أعلنت انطلاقة الشوط الثاني عشر، يحمل تحديات فئة الجعدان الحقايق أو الجعدان الفطايم من المسافة، هي 1500 أبدى مع الصدارة. ليتعرف على مقدمة هذا الشوط يأتي نايف مع المركز الأول لسعيد بن عبد الله بن محمد الفلاس، يأتي على المركز الأول ليقدم انطلاقة نايف. المركز الثاني مزعل مايد بن علي بن ضاعن بن سعيد المسافر يقدم مزعل بهذا الانتصار وهذا الانطلاق الممتاز، وأيضا راقب للدخول والوصول في هذه اللحظات ليوصل بهذا الانطلاق الممتاز وبالتحدي المميز الذي يحمل هذه الأسماء ويحمل هذه الشعارات بانطلاق جميل وبتحديات ممتازة ورائعة وجميلة. اللي تقدم هو عفرس لمحمد بن عتيج بن سيف بن حاضر العميمي، يأتي مع مقدمة هذا الشوط مع عفرس مع المركز الأول. المركز الثاني بالضبيعة غادم مع مشجي سعيد بن عبيد، بالضبيعة الاكتبي وسلالة مشجي مع المركز الأول مع هذا الانطلاق الممتاز في هذه اللحظات والوصول. راقب للقدوم، وصل قادم هنا قادم سعود احمد بن عبد الله بن رفيع الفلاسي، غير مع سعود والى الانجازات يعود الى المركز الاول. بن رفيع اطلق له العنان مع المركز الاول، طور سعود اقلع سعود مع المركز الاول. سلامي يا احمد يا بن عبد الله يا بن رفيع يا الفلاسي، يقدم سعود بالانتصارات وإلى هذه الإنجازات. أول مشاركة لسعود ويحقق الفوز والانتصار. المركز الثاني الشبابي عبد الله بن حمدان بن عبد الله بن دلموك. المركز الثالث وصل عفرس محمد بن عتيج بن سيف بن حاضر العميمي، والتوقيت الزمني لساعة وصول سعود أحمد بن عبد الله بن رفيعة الفلاسي 2:14. أول مشاركة لسعود في هذا اليوم في هذا سن الفطايم ويحقق الفوز والانتصار. تهانينا وناموس لأحمد بن عبد الله بن رفيع الفلاسي من قدم سعود بهذا الأداء الممتاز والرائع والجميل.